الأستاذ أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم. دكتور أكرم حسن، مساء الخير على حضرتك. ومسألة تطوير المناهج وما يحدث في تطوير المناهج ده حديث مهم جدا إن احنا نتكلم عنه لما ندرس للولاد رموزنا المصرية المنيرة داخل الكتب داخل المسرح المدرسي، ده حديث هام جدا. رأي حضرتك فيما يحدث، ومين كمان أبرز الشخصيات المصرية المؤثرة اللي هتكون موجودة في المناهج؟ اهلا بحضرتك وبالساده متابعي القناه الاولى. اهلا بحضرتك. وفي البدايه بس نحب نوضح الامور ان السياق مهم جدا في هذا الامر، والمنهج المهارات والانشطه هو جزء منه هو النشاط الصحي. وطبعا احنا بنتكلم في عصر لابد ان الطالب يتكون شخصيته تكوين كامل ويكونش عنده قصور في اي شخصيه او اي جانب من الجوانب الشخصيه في شخصيته طبعا. وان احنا عايزين نحط الامور في سياقها بس. منهج المهارات والانشطه في جزء من هذا المنهج بيتكلم عن النشاط المسرحي وعلاقه الفنون بالمجتمع. وده اللي جه فيها طبعا سياق الفنانه الكبيره سميحه ايوب. وطبعا المناهج بتاخد النهارده بنتكلم على لما اتكلم على علاقه الرياضه بالمجتمع بنستعين بالنماذج المصريه زي الرياضي واللاعب العالمي محمد صلاح. لما بنتكلم على العلم والعلماء بنتكلم على الدكتور احمد زويل وبتتكلم على الدكتور مجدي يعقوب وهذه الرموز. ولما بنتكلم على الادب ونتكلم على عميد الادب العربي طه حسين ونماذج كتير جدا في الاقتصاد وفي الحياه مناحي الحياه المختلفه تتناولها المناهج. النهارده بنقول ان عشان شخصيه الطالب تتكون تكوين كامل لابد من تغذيه الجانب الوجداني. والمسرح جزء من الثقافه للمجتمع وجزء من هويه المجتمع. علشان كده يمكن تعليمات معالي الوزير من العام الماضي ان يكون في يوم في الاسبوع لممارسه الرياضه والفنون المختلفه. ويمكن كان في مبادره مهمه جدا عوده المسرح المدرسي صحيح وهي احياء المسرح المدرسي، وده بروتوكول مهم قوي بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الثقافه. هناك تعاون مؤسسي ما بين الوزارات ومؤسسات الدوله هدفه تكوين شخصيه الطالب في جميع جوانبها طبعا، لان الجانب المعرفي هو مش فقط هو المعني او المهم بس في التعليم، ولكن تنميه المهارات والجانب الوجداني شيء مهم جدا عشان تكتمل الشخصية وتكون شخصية متزنة بعيدا عن أي نوع من التطرف. عظيم.